لوفين يدعو الليبراليين إلى إعادة النظر، وسابوني تريد حكومة يمينية بقيادة المحافظين. السويد تتجه لتخفيف قيود كورونا مطلع الشهر المقبل. هذه النشرة برعاية بابكر أبو كاس، إس موبلر، ترانسفير جالاكسي. أهلا بكم إلى نشرة أخبار الكومبس. ضمن المدة القانونية الممنوحة لرئيس الوزراء ستيفان لوفين قبل الإعلان عن الخيارات المتاحة له بعد سحب الثقة من حكومته، دعا لوفين الأحزاب المعنية إلى إعادة النظر في البدائل والحلول المطروحة خلال عطلة منتصف الصيف غدا. وقال لوفين الذي يشارك في قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل إنه يوجد حل مطروح الآن على الطاولة، داعيا إلى مناقشة الأمر وأخذ الوقت للتفكير فيه لتجنب الاضطراب السياسي في السويد. وأضاف لوفين أن لديه مهلة حتى يوم الاثنين للتفكير في الخيارين المفروضين عليه الآن، الاستقالة أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة. وكانت رئيسة حزب الليبراليين نياموكا سابوني أعلنت في وقت سابق اليوم رفض حزبها إعادة التفاوض على اتفاق يناير، وأكد الحزب تمسكه بدعم تشكيل حكومة برجوازية. استطلاع جديد أجراه مركز نوفوس أظهر أن ثقة الناخبين ازدادت برئيسة حزب اليسار نوشي داد غوستار بعد الأزمة السياسية التي شهدتها السويد. وكشف الاستطلاع أن داد غوستار لا تكتسب ثقة متزايدة من ناخبي حزبها فقط، بل من ناخبي الأحزاب اليمينية أيضا، وارتفعت شعبيتها إلى 19% في حين كانت 14% من إجمالي الناخبين في آذار مارس الماضي. ومع ذلك حظي رئيس حزب الاشتراكيين الديمقراطيين ستيفان لوفين بأعلى نسبة ثقة بين الناخبين مقارنة ببقية رؤساء الأحزاب البرلمانية، حيث حاز لوفين على ثقة 38% من الناخبين متقدما 2% عن آخر استطلاع. وحل ثانيا رئيس المحافظين أوليف كريسترشون ب 35% متراجعا 1%، وثالثا رئيس ديمقراطي السويد جيمي أوكيسون ب 29% متقدما 2%، ورابعا رئيسة حزب الوسط أني لوف بنسبة 25% متراجعة 2%. تتجه السويد إلى المزيد من تخفيف قيود كورونا في الأول من تموز يوليو المقبل في حال استمر انتشار العدوى في التراجع. المؤشرات اليوم تظهر أن السويد ستصل إلى جميع المعايير المطلوبة لهيئة الصحة لبدء المرحلة الثانية من أصل المراحل الخمس ضمن خطة الحكومة لتخفيف قيود كورونا، والتي كان مقررا أن يبدأ العمل بها في الأول من تموز يوليو. وتشمل ضمن أمور أخرى رفع سقف عدد المشاركين في التجمعات العامة والخاصة. وتشهد البلاد تراجعا في انتشار العدوى، حيث يبلغ معدل الإصابات 65 حالة لكل 100,000 نسمة، وتلقى نصف السكان البالغين جرعة من اللقاح على الأقل. مستشار الدولة لشؤون الأوبئة أندريس تيغنل توقع أن تستمر العدوى في الانخفاض. مددت وزارة الخارجية السويدية تعليماتها لتجنب السفر غير الضروري إلى خارج الاتحاد الأوروبي حتى مطلع أيلول سبتمبر، في حين ألغت تعليمات السفر إلى 8 بلدان وأقاليم. واعتبارا من اليوم الخميس سيكون السفر مفتوحا إلى الولايات المتحدة وألبانيا ولبنان ومقدونيا وصربيا وهونغ كونغ وماكاو وتايوان. ومع ذلك دعت الوزارة في بيان اليوم المسافرين إلى اتخاذ الحيطة والحذر، وحثهم على قراءة التوجيهات المتعلقة بالسفر واتباع القواعد المحلية في البلد الذين يسافرون إليه والتخطيط لرحلة العودة مقدما. وكانت وزارة الخارجية استثنت في وقت سابق عدة دول من تعليمات تجنب السفر خارج الاتحاد الأوروبي. هددت امرأة بإحراق نفسها بعد أن سكبت على نفسها مادة سائلة قابلة للاشتعال في مقر مصلحة الهجرة ببلدية بورلينغا، فيما انتشرت الشرطة وخدمات الإنقاذ في الموقع لإنقاذ المرأة ومنعها من إحراق نفسها. وقال المتحدث باسم الشرطة ستيفان فيكبيري إنه تم إخلاء المبنى من الناس والتأكد من عدم دخول أي شخص، كما استدعيت خدمات الإنقاذ وسيارة الإسعاف إلى مكان الحادثة. الشرطة تمكنت لاحقا من السيطرة على المرأة رغم أنها همت بإحراق نفسها، وجرى نقلها إلى المستشفى
للرعاية. نشرتنا انتهت. للمزيد من الأخبار والتفاصيل تابعوا موقعنا الكومبس بونتسة. إلى اللقاء. هذه النشرة برعاية بابكر أبو كاس، اسي موبلر، ترانسفير جالاكسي.